الدرس التاسع من دروس التذكرة والمفاهيم بعنوان الدائرة المثلثية والعلاقات ما بين النسب المثلثي، أو فينا نسمي الدائرة المثلثية بالدائرة المثلثاتي. في الحقيقة طلابنا، نحن اليوم راح نناقش النسب المثلثية وندرسها من منظور آخر على المستوى الإحداثي وعلى الدائرة المثلثية. لنرى، أقول درسنا النسب المثلثية للزوايا الحادة في المثلث القائم. إذا تذكروا بالصف التاسع، نحن كان في عنا مثلث قائم إله مقابل ومجاور ووتر، ودرست النسب المثلثية وكانت أربع نسب: الساين والكوساين والتانجنت والكوتانجنت. الساين كانت الجيب، الكوساين التجب، التانجنت الظل، الكوتان هي التظل. فينا نسمي الكوساين جيب التمام، وفينا نسمي الكوتان ظل التمام. ما بتهمني أنا هاي المصطلحات بقدر ما بيهمني التطبيق وآلية التعامل معها. وكان لكل نسبة مثلثية قانونها الخاص بدلالة أطوال أضلاع المثلث القائم. يعني على سبيل المثال، إذا كانت هذه الزاوية تتا، كان ساين التتا هو المقابل على الوتر، كوساين التتا المجاور على الوتر، تانجنت التتا المقابل على المجاور، كوتان التتا هو المجاور على المقابل. اليوم طلابنا في هذا الدرس سوف ندرس هذه النسب من منظور أوسع وأشمل. ما راح تكتفي دراستنا على الزوايا الحادة فحسب، راح أدرس الزوايا الحادة والقائمة والمنفرجة والمستقيمة والمنعكسة وإلى غير ذلك. نعم، سوف ندرس هذه النسب من منظور أوسع وأشمل من خلال الدائرة المثلثية أو الدائرة المثلثاتي التي سنرسمها على المستوى الإحداثي، وسوف نربط كل نسبة مع محور متعلق بالدائرة، مع مستقيم متعلق بالدائرة. راح أنا أربط كل نسبة مع محور أو مستقيم متعلق بالدائرة، متعلق طبعا بالدائرة وبالمستوى الإحداث. لنرى أهداف الدرس طلاب. يعني أنا كطالب بعد انتهام الدرس لازم أكون أقدر على أمرين: أن أتعرف على الدائرة المثلثية والزوايا الشعاعية أو المتجهية. اثنين، أن أتعرف على العلاقات ما بين النسب المثلثي. كل طالب منا بعد انتهام الدرس لازم يكون قادر على هذه الأمرين: أن أتعرف على الدائرة المثلثية والزوايا الشعاعية، أن أتعرف على العلاقات ما بين النسب المثلثي. طبعا عندي كلمات جديدة علينا: شيء اسمه الزوايا الشهيرة، وعندي شيء اسمه الزاوية الشعاعية، وعندي شيء اسمه النسب المثلثي، وعندي شيء اسمه الدائرة المثلثية. الهدف الأول مراد أنه نحققه أنا وياكم، أن أتعرف على الدائرة المثلثية والزوايا الشعاعية. بداية طلابنا، تعريف الدائرة المثلثية. مين هي الدائرة المثلثية؟ أقول الدائرة المثلثية هي الدائرة التي مركزها مبدأ الإحداثيات ونصف قطرها R يساوي الواحد. يعني إذا أنت كان في عندك هذا المستوى الإحداثي مرسوم أمامنا جميعا، هون عندي واحد، هون عندي ناقص واحد، هون واحد، هون ناقص واحد. الدائرة المثلثية طلاب هي الدائرة التي مركزها في المبدأ ونصف قطرها R يساوي الواحد. انظر، هذا راح يكون مركز الدائرة، هاي الدائرة المثلثية هي الدائرة التي مركزها مبدأ الإحداثيات ونصف قطرها R يساوي الواحد. بدي اتفق أنا وياكم على مواضيع. محور الإكسات راح يكون لمين؟ للكوساين. محور الوايات بدي يكون لمين؟ للساين. نعم، انظر، محور الإكسات للكوساين، محور الوايات للساين. إذا كانت هاي اسمها النقطة A،
مماس الدائرة، مماس الدائرة في النقطة A راح يكون للتانجنت، مماس الدائرة في النقطة B راح يكون للكوتا. انظروا علي جميعا وخلوكم معي، انظروا جميعا، إذا كان في عندي هاي الدائرة المثلثية اللي مركزها مبدأ الإحداثيات ونصف قطرها R يساوي الواحد، محور الإكسات للكوساين، محور الوايات للساين، مماس الدائرة في النقطة A للتانجنت، مماس الدائرة في النقطة B للكوتا، والزاوي راح تبدأ راح يكون مركزها في المبدأ، وراح يكون هذا ضلع وهذا ضلع، وهاي هي الزاوية تيتا. إذن انظروا جميعا، هاي هي الدائرة المثلثية مرسومة بشكل أوضح هون، لاحظوا كما ترون جميعا، مركزها مبدأ الإحداثيات ونصف قطرها R يساوي الواحد، محور إكسات للكوساين، محور الوايات للساين، مماس الدائرة في النقطة A هو التانجنت، مماس الدائرة في النقطة B هو الكوتا. انظر، محور أفقي لمين؟ للكوساين، المحور الشاقولي للساين، مماس الدائرة في النقطة A هو التانجنت، مماس الدائرة في النقطة B هو الكوتا. هيك اليوم نحن راح ننظر إلى النسب المثلثي. هلق في عندي الزاوية الشعاعية، الزاوية الشعاعية طلاب دائما راح يكون مركزها O، ضلع البداية راح يكون OA، ضلع النهاية حر هو OM، هاي OM كما ترون جميعا، ضلع البداية OA، ضلع النهاية OM. ودائما ليش أنا سميتها زاوية شعاعية؟ لأنه ضلع البداية OA هو راح يكون الضلع الأول، وضلع النهاية OM راح يكون الضلع الثاني، عمست له بشعاع، وهاد أضع فوق الشكل وأكتبها بثنائي، هاي مين هاي؟ هاي الزاوية تتا، ضلع البداية OA وضلع النهاية OM، هي AOM كزاوية، بس كزاوية شعاعية OAOM. دائما السمت هو الأفق، أين أفق؟ الأفق الموجب، ويعني السمت هو مبدأ القياس، ويفتل أو ويدور ضلع البداية بالاتجاه الموجب لينطبق على ضلع النهاية. مين هو الاتجاه الموجب؟ هو عكس عقارب الساعة، دائما بدور ضلع النهاية OA لينطبق على ضلع النهاية، بيكون عمليا مسح قطاع زاوية زاويته تيتا، ضلع بدايتها OA، ضلع بداية نهايتها OM كما نرى جميعا. إذن راح أستعرض الزاوية الشعاعية، سأنتقل من هذه الشريحة. لاحظ إذا كانت AOM زاوية تيتا، عندئذ نعبر عن الزاوية تيتا بالشكل الشعاعي OAOM كما ترون أو كما رأينا في الشريحة السابقة. عيني هاي هي الدائرة المثلثية مرسومة على المستوى الإحداثي محور OXY، نعم الزاوية الشعاعية، انظر الزاوية الشعاعية طلابنا، ضلع البداية طبعا دائما الرأس هو O، OA، ضلع النهاية OM، هاي الـ A وهاي الـ M، وبيفتل ضلع البداية بالاتجاه الموجب لينطبق على ضلع النهاية، يكون حصلت على الزاوية تيتا، معبر عنها بالشكل الشعاعي OA OM، حيث OA ضلع البداية وOM ضلع النهاية. لاحظ نحصل على القياس الموجب للزاوية الشعاعية تيتا عندما يدور ضلع النهاية ضلع البداية OA بعكس عقارب الساعة. مين هذا عكس عقارب الساعة طلابنا؟ هو الاتجاه الموجب، نعم، لينطبق على ضلع النهاية OM. إذن علق صار في عندي عشان استجمع أفكاري، عندي الدائرة المثلثية اللي مركزها مبدأ الإحداثيات ونصف قطرها R يساوي الواحد، محور الإكسات للكوساين، محور الوايات للساين، مماس الدائرة في النقطة A هو التانجنت، مماس الدائرة في النقطة B للكوتان، الزاوية الشعاعية مركزها أو رأسها مركز الإحداثيات،
ضلع البداية دائما هو راح يكون الأفق، نعم، وضلع النهاية راح يكون هو الأو إم، هذا حر، هو اللي بيعطيك القياس، يفتح ضلع البداية بعكس عقارب الساعة اللي ينطبق على ضلع النهاية مشان يمسح القطاع الزاوي لكي أحصل على الزاوية تيتا. طيب كيف أنا بحصل على النسب المثلثية لزاوية الشعاعي أو لزاوية تيتا؟ ما بهمك زاوية شعاعي ما زاوية شعاعي، أنا ليش ركزت على الزاوية الشعاعي؟ الغاية من هالشيء هذا طلابنا أنه الاتجاه، أنا بهمني الاتجاه، شو بهمني؟ الاتجاه. سنتقل من هذه الشريحة. إذن إيجاد ساين زاوي وكوساين زاوي من خلال الدائرة المثلثية، يعني أنا بصراحة بهمني مين؟ هدول التنتين ضمن منهاجي، ما راح توسع في الأمر. طلابنا هاي هي الدائرة المثلثية مرسومي على المستوى الإحداثي، انظروا جميعا، هذا محور X وهذا محور Y. خليكم معي جميعا، كيف أنا بدي أحصل على النسب المثلثية لزاوية شعاعي؟ برسم الزاوية الشعاعي، رأسها O، هذا ضلع البداية OA، وضلع نهايتها على سبيل المثال OM. بعرف هذا قياس واحد، هون ناقص واحد، هون واحد، هون ناقص واحد. اتفقت أنا وياكم أنه أن محور الإكسات للكوساين ومحور الروايات للساين، مسقط النقطة M، شوفوا لي على شواع النهاية الضلع الثاني، مسقط النقطة M على محور الإكسات راح يعطيني عدد، هذا العدد محصور بين الصفر والواحد، هو مين؟ هو كوساين تيتا. مسقط النقطة M على محور الوايات راح يعطيني قراءة أو عدد، هو ساين تيتا. انظر كيف أحصل على الساين والكوساين لزاوية شعاعية تيتا. أقول إذ نحصل على النسب المثلثية لزاوية شعاعية تيتا لضلع بدايتها OA وضلع نهايتها OM بالإسقاط على المحاور الإحداثية، يعني مسقط النقطة أم على المحور الأفقي هو كوساين تيتا، مسقط النقطة أم على المحور الشياقولي هو ساين تيتا. ما بهمني التان والكوتان، أنا بدي الشيء اللي لازم لي في منهجي. إذا أقول أحصل على النسب المثلثية للزاوية الشعاعية تيتا لضلع بدايتها أو إي وضلع نهايتها أو إم، مسقط النقطة أم على المحور الأفقي هو كوساين تيتا، مسقط النقطة أم على المحور الشياقولي هو ساين تيتا. هكذا أحصل على النسب المثلثية للزاوية شعاعي. سنتقل من هذه الشريحة. الطلاب لدي الملاحظة التالية، أقول لحنا مع النسب المثلثية دائما بدي يكون جوات الزاوية، جوات النسبة زاوية. كلياتنا بيعرف أنه في عندي قياسين للزاوية، القياس بالدرجات ديجري وقياس بالراديان راد. أنا ضمن دراستي سوف أتعامل مع القياس العددي الراديان وليس القياس بالدجري أو بالدرجات. ليش؟ لأن الدرجات لا تمثل قياسا عدديا. شلون يعني؟ هلق أنا عندي بدي أقول لك في عندي زاوية 60 دجري أو 60 درجة، طيب مين العدد اللي بيعبر عن 60 درجة أو 60 درجة؟ ماذا تمثل عدديا؟ ما لها معنى إلا إذا ارتبطت بالقياس الرادياني أو بالقياس بالراديان. لذلك 60 درجة، 45 درجة، 30 درجة، 90 درجة، 180 درجة، 360 درجة، ما لها أو ما هي عدد هاي؟ أنا بدي الجانب الثاني، القياس العددي للزوايا، ألا وهو القياس بالراديان. ويعرف الراديان طلابنا بأنه هو عبارة عن زاوية مركزية أو قياس لزاوية مركزية في دائرة تقابل قوس طوله يساوي نصف القطر أو نصف طول نصف القطر، نصف طول طوله يساوي نصف القطر. نكون دقيقين، كلام ما بهمنا بقدر ما بهمنا أنه كيف نحن بدنا نربط الدجري بالراديان. لاحظ نحن مشان نتعامل معهم 180 دجري ماذا تساوي؟ بي راديان. 180 درجة تساوي بي راديان، وعلى هالأساسات
أنا بدي ناقش الزوايا لأني بدي أسلط الضوء على الزوايا الشهيرة. إذا لدينا الجدول التالي، لاحظوا طلاب، 360 ديجري تساوي 2 بي راديان. 2 بي يعني الدورة الكاملة عند بديفة الضلع البداية 360 ديجري لينطبق على الضلع النهائي. إذا فتى الدورة كاملة قياس وش قد؟ 2 بي راديان. ال 180 ديجري بي راديان، 180 بي، ال 90 نص البي يعني بي على 2 راديان، 45 ديجري ربع البي أو ربع ال 180 بي على 4 راديان، ال 30 ديجري بي على 6 راديان، ال 60 ديجري بي على 3 راديان، ال 120 ديجري يعني هني 60 بي على 3 وبي على 3 2 بي على 3 راديان، ال 150 ديجري هي 5 ثلاثينات يعني بي على 6 وبي على 6 وبي على 6 وبي على 6 وبي على 6 5 بي على 6 راديان. يعني انا بكره في دراستي ما راح اقول 90 درجه و45 درجه و30 درجه، بدي اخذ هذا القياس. ليش او لماذا؟ لانه هذا القياس هدول النسب انا بعد شوي او في الدرس القادم راح انظرها على انهن دوال عددي، يعني ما بتدخل جواتها غير العدد، يعني الزاويه لحتى تدخل جواتها لازم تكون عدد او تقاس بقياس عددي. تم هذا الجدول يعبر عن قياس كل زاويه بالدرجات وما يقابله بالراديان. طلابنا اذا 360 درجه هي 2 بي راديان، ال 180 درجه هي بي راديان، ال 90 درجه هي بي على 2 راديان، ال 45 درجه هي بي على 4. انت منين بدك تنطلق؟ بدي اياك تنطلق انه 180 درجه تساوي البي، البي هي 3.14 منها، وبتبلش تحسب امورك. 90 بي على 2، 360 2 بي، 45 الربع يعني بي على 4، 30 سدس ال 180 يعني بي على 6، 60 ثلث ال 180 يعني بي على 3، ال 120 2 بي على 3، ال 150 5 بي على 6. نحن سوف نتعامل مع الزوايا بالقياس العددي. من هو القياس العددي طلاب؟ هو الراديان. راح استعرض الآن نسب مثلثية لزوايا شهيرة. سنتقل من هذه الشريحة. جدول النسب المثلثية للزوايا الشهيرة، هدول الزوايا اللي عرضتهم أنا وياكم. طبعا الزوايا الشهيرة اللي راح أطرحهم، بدي أطرح الصفر والبي على 6. أنا ما بقى أحكي بالدرجات، البي على 6 هي 30 والبي على 3 هي 60 والبي على 4 هي 45 والبي على 2 اللي هي 90 والبي اللي هي 180. أنا طلابنا الآن سوف الآن سوف أعرض جدول للنسب المثلثية، جدول للنسب المثلثية للزاوية أو للزوايا الشهيرة. هدول اللي عرضتهم هون. بدي ساين الصفر، كوساين الصفر، تانجنت الصفر، كوتان الصفر. نفس الشيء بالنسبة لبي على 6 ونفس الشيء بالنسبة لبي على 3. الجدول طلابنا هذا الجدول موضح هنا بهذا الشكل. انظر، بدي البي على 6، البي على 3، البي على 4، البي على 2 والبي والصفر. ساين، كوساين، تانجنت، كوتان. مين مرجعيتي أنا؟ أنا الطلاب مرجعيتي الدائرة المثلثية. البي على 6 اللي هي 30 ديجري. ساين 30 نص مقابل على الوتر، طول مقابل زاوية 30 يساوي نص طول الوتر. الكوساين جذر 3 على 2. التانجنت 1 على جذر 3. احنا بالصف التاسع بنعرف انه التانجنت يساوي الساين على الكوساين، يعني تحصل على التانجنت قسم الساين على الكوساين، يعني 1 على 2 على جذر 3 على 2، بعدين بس قريبين مقام بصير عندي 1 على جذر 30. الكوتان هو كوساين على ساين، جذر 3 على 2 على 1 على 2 والتي تساوي جذر 3. البي على 3 اللي هي 60 ديجري، البي على 3 اللي هي 60 درجة. انظر، ساين ال 60 جذر 3 على 2،
كوساين الستين نص. لاحظ الستين والتسعين زاويتين متتامتين، ساين الأولى يساوي كوساين الثاني، وكوساين الثاني يساوي ساين الأولى. ساين الستين جذر ثلاثة على اثنين، كوساين الستين نص. تانجنت الستين الساين على الكوساين، جذر ثلاثة على اثنين على نص، ويساوي جذر ثلاثة. كوتان الستين أو كوتان البي على ثلاثة، كوساين على ساين، واحد على اثنين على جذر ثلاثة على اثنين، وتساوي واحد على جذر ثلاثة. البي على أربعة والخمسة وأربعين، الساين واحد على جذر اثنين، الكوساين واحد على جذر اثنين، التانجنت ساين على كوساين، واحد على جذر اثنين على واحد على جذر اثنين، واحد. الكوتان كوساين على ساين، واحد على جذر اثنين على واحد على جذر اثنين، واحد. البي على اثنين اللي هي تسعين، هدول انا بعرفهم من الصف التاسع، هدول ثلاثين فوقانية. بدي اجي انا على الزاوية تسعين، منين بدي احصل عليها طلاب؟ بدي احصل عليها من الدائرة المثلثية. هاي الدائرة المثلثية قدام الكل. التسعين ضلع البداية هاد، وضلع النهاية هو هاد. هاي النقطة ام هون صايرة. الصاين مسقط النقطة ام على مين؟ على الوايات. النقطة ام بالاساس موجودة على الوايات، قياسها واحد، معناته الصاين التسعين واحد. كوساين التسعين مسقط النقطة ام على الاكسات، وهيك حكينا. نزل النقطة مع الإكسات بيطلع معك القراءة صفر، معناته كوساين التسعين صفر. تانجنت التسعين ساين على كوساين، واحد على صفر، لا يجوز التقسيم على صفر، مع تانجنت التسعين غير معرف. كوتان التسعين كوتانجنت التسعين هو كوساين على ساين، صفر على واحد، والتي تساوي الصفر. نجي على الزاوية بي. الزاوية بي الزاوية بي هي مين؟ الزاوية B هي الزاوية B هي مين؟ هي 180 درجة. بنرسم الزاوية B، انظر ضلع البداية هاد وضلع النهاية هاد، يعني هون E O M. بدي الصاين، هاي النقطة M. مسقط النقطة ام على محور الاكسات هو صفر، معناته ساين البي صفر اللي هي 180 درجة. كوساين البي انتبه وش قد القراءة؟ ناقص واحد، مسقطها على 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 الاكسات، ناقص واحد. التانجنت ساين على كوساين، صفر على ناقص واحد، صفر. الكوتان كوساين على ساين، ناقص واحد على صفر، غير معرف. نفس الشيء طلاب بالنسبة لا الزاوي صفر، نفس الشيء بالنسبة، نفس الشيء بالنسبة لا الزاوي صفر. خلوكم معي جميعا، الزاوي صفر على نفس الدائرة، هذا ضلع البداية، ضلع النهاية بينطبق عليه نفس القياس. ساين الصفر نزل على الوايات بيطلع معك صفر. كوساين الصفر واحد. تانجنت الصفر، الساين على الكوساين صفر على واحد صفر. كوتان الصفر، كوساين على ساين، واحد على صفر، لا يجوز التقسيم على صفر، فيكون الجواب غير معرف. إذا أستطيع قول طلاب جدول النسب المثلثية للزوايا الشهيرة، أنا في عندي الساين والكوساين والتانجنت والكوتانجنت، عندي البي على ستة والبي على ثلاثة والبي على أربعة والبي على اثنين والبي والصفر. هذا الجدول لازم يكون محفوظ عنا في المستقبل، مشان بيهمني في التكاملات وفي النهايات كتير. الآن طلاب راح أعرض عليكم السؤال التالي وفق التقييم. أكتب النسب المثلثية للزاوية صفر درجة وبيع ثلاثة صفر ديجري. الصفر ديجري أول شيء، الصفر ديجري هي صفر راديان، والبيعة ثلاثة راديان. بدي أنا عمليا ساين الصفر، كوساين الصفر، تانجنت الصفر، كوتان الصفر. نفس الشيء بدي ساين البيعة ثلاثة، كوساين البيعة ثلاثة، تانجنت البيعة ثلاثة، كوتان البيعة ثلاثة. أنا وياكم مع بعض
نعم، راح أسأل برفع اليد من لديه الجواب. ببدأ بالزاوية صفر. نعم فاطمة محمود. نعم يا فاطمة، ساين الصفر قديش؟ الصفر معك الميكروفون يا فاطمة. ساين الصفر هو صفر، الكوساين واحد، ممتاز. التانجنت صفر على واحد، ساين على كوساين صفر. ممتاز. بدنا نعرف شغلي انه التانجنت هو ساين على كوساين، بدنا نحفظها. الكوتان هو الكوساين على ساين، وهو غير معرف. احسنتي، شكرا جزيلا يا فاطمه، شكرا جزيلا. طيب انا بدي منكم الزاوية بي على ثلاثة، لدي شام الأحمد، تفضل يا شام معك الميكروفون. ساين البي على ثلاثة، لا تنسى البي على ثلاثة هي 60. ساين البي على ثلاثة جذر ثلاثة على اثنين. كوساين البي على ثلاثة نص. أحسن. وتانج البي على ثلاثة جذر ثلاثة. إذن ساين على كوساين جذر 3 على 2 على 1 على 2، ممتاز. بعيدين بس قريبين، مقام جذر 3 كوتان البي على 3 1 على جذر 3. شكرا جزيلا. اذا الطلاب استطيع القول الان نحن بنكون هيك تعرفنا على الدائره المثلثيه وعلى الزاويه الشعاعيه وعلى قياس الزوايا بالراديان والنسب المثلثيه للزوايا الشهيره.